أنا أعتقد أو أتوقع أنه أسوأ شيء ممكن يقدمه الإنسان لنفسه أو أسوأ شيء ممكن يسويه الإنسان في نفسه أنه يعتقد أنه فيه أحد ممكن يكون سند، أنه يعتقد أنه فيه أحد ممكن في يوم من الأيام يستند عليه. فعلا هذا أسوأ شيء ممكن الإنسان يقدمه لنفسه. ما في سند، ما في أمان، ما في ظهر، ما في أبدا، ما في. الله بس هو السند، الله بس هو الظهر، الله هو الأمان بس. وكل شيء غيرهم أو كل شيء غير الله وما له أصل، هو كذبة، هو سراب، هو ولا شيء. اللي يعرف القصة كلها، اللي شافها، هو اللي يعرف كيف يشيل الألم. الناس ما شافت، الناس ما سمعت، لذلك ما في أحد أستند عليه وأسند عليه ظهري إلا الله. بس ربي لوحده بس هو الأمان، هو السند بس. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. فعلا الناس الباقية هي ضيوف بس في حياتنا، مؤقتين، ضيوف وقت الفرح، وقت ما احنا نكون مبسوطين، وقت ما احنا نكون مبتسمين، بس وقت نزعل، وقت ننكسر، وقت نحزن، ما في الا الله بس. هو اللي يشوف كل الاوقات، هو اللي يشوف كل الاشياء. فلا نتوقع انه في احد بيوقف معنا، وما نزعل، ما نزعل من اي احد. اللي يوقف احنا نحضنه، واللي ما يوقف نسلم عليه ونقول له انت مو ملزوم، انت مو مجبور. بس ايش اللي نبغى نفهمه؟ نبغى نفهم انه ما في احد لاحد ابدا ابدا، وما يبقى الا الباقي، الا اللي فعلا هو الاول وهو الاخر بس.